13 هدف احرزه النادي الاهلي، في حين سجل الاتحاد السكندري 7 اهداف، 7 مرات شباك نظيفه للنادي الاهلي، ونادي الاتحاد السكندري مره واحده برضه. يعني في حالة تعادلية يعني. بنتكلم برضه في نفس السياق اللي اتكلم فيه كابتن عادل عبد الرحمن، وده طبعا قدام حضراتكم طبعا نزول فريق النادي الاهلي او وصوله لاستاد برج العرب. كل التوفيق ليكوا يا رجاله. ده النجم طارق سليمان، وراه صلاح محسن. اتفضل يا كابتن. هو من المفترض ان النادي الاهلي بيلعب دايما على بطوله، ونادي الاتحاد يمكن كان السنه اللي فاتت عاملين شكل جيد جدا وهو موجود في منطقه الوسط، وما كانش عنده اي اخفاقات او اي حاجه تهدده في سير البطوله ان هو معرض ليه يكون لهبوط ولا حاجه. السنه دي هو ابتدى الدوري مش كويس، يعني حسينا ان احنا حتى قلقنا، وكلمنا الاستاذ محمد مصالحي اول ما مسك النادي وقلنا له رجاء يكون في تدعيمات، لان شكل الاتحاد كده مش عاجبنا، بيلعب بالصدفه كل مباراه. يعني ما ينفعش هو في اول الدوري يبقى كسبان الاسماعيلي 2-0 ويجي الماتش يخلص 4-2. هو كان ليه تفوق كل وجود، وكان ليه مدرب هاني رمزي، رمزي كان جيد جدا، وكان انما التدعيمات اللي كانت جوه الفرقه اعتقد انها كانت ضعيفه جدا. رجع وحقق المعادله، ووعد ان هو هيعمل شكل لسيد البلد، ان هو يقدر يدخل زي كابوريا مثلا من الزمالك، زي لعيبه كتير استخدمها، وخلى الاتحاد ليه انياب وليه شكل اللي بنتكلم كله عليه، ان هو يبقى موجود في ملعب بالاتزان الدفاعي والهجومي. تمام. عادل قالك هو راجل متحور وبيلعب بهجوم بس، وبيحاول يطمع في اي فرقه بيلعب. من حقه الحقيقه، من حقه انه يلعب بهجومه باسم فرقته، ان هو يكون ليه الوجود ده. بس مش انما النادي الاهلي بقى رجل دفاعي. قصه زي ما لا كابتن عادل مع النادي الاهلي بقى دي قصه ثانيه. النادي الاهلي ده لازم، عشان انت تلعب وتخش جوه المباراه لازم يكون النادي الاهلي غير موفق خالص جدا، عشان بقى لك وجود. لازم النادي الاهلي يبقى الحاله البدنيه بتاعته جايه بالارهاق اللي اتكلمنا عنه، ومش قادر يمشي في الملعب، عشان انت يبقى لك تطور واداء وابتكار انك انت تجاري النادي الاهلي وتعمل عرضيات وتخش وتاخد كورنر وتاخد ثوابت وكل ده. لازم النادي الاهلي يسمح لك بكل ده. في حاله النادي الاهلي الطبيعيه ما بيسمحش لاي فرقه، مش اتحاد بس، يعني مش هي دي اللي بتبقى قانون الفرق دول. انت لما بتلعبني حتى الزمالك، انت لما شفت لعب الاهلي، حتى الاسماعيلي لما شفت، كل الفرق بتلعب تحت سيطره النادي الاهلي حتى يسمح لها النادي الاهلي بالوجود. جميل.